صباحكم مبروك اخوتي اخواتاتي، معكم عزيزي موت بيكالاو دائما مع الجديد ان شاء الله. في واحد الخرجة واحد المغامرة جديدة ان شاء الله. الصباح كيف كتشوفوا انا كنتواجد دابا بزاوية بوكرين جامعة عندي من اقليم صفرو، اللي غنتلاقى الاخوان باش نمشيو ونتسلقوا واحد الجبل اللي كنعتبروه من بين اعتى الجبال ديال سلسلة جبال بويبلان، واللي هو جبل بوملول اللي كيبلا ارتفاع ديالو 2348 متر. المهم غيكون واحد المسار اللي هو زوين وشيق، واللي كنتمنى انه يعجبكم ويروحكم. وكيف العاده ما تنساوش انكم تدعموني من خلال المشاركه في القناه بالنسبه للاخوات والاخوه اللي مازال مشاركينش وترك التعاليق. المهم خليكم معنا وفرجه ممتعه. هذا مركز بوغابا بدوار بني صوحان، جماعة إغزرام قبيلة بني زهنة إقليم صفرو، واللي هو عبارة عن واحد المشتو غابوي كيتم فيه الغرس ديال الشجيرات الصغيرة الغابوية والغرس ديالها في نطاقات غابوية. وحنا شادين الطريق لدوار بني صوحان قبيلة بني زهنة جماعة إغزران إقليم صفرو، كنلاحظوا تواجد أشجار الزيتون وبالخصوص أشجار معمرة، يعني أشجار كبيرة، وهذا كيدل على أن هذه المنطقة هذه كانت منطقة آهلة بالسكان منذ القدم. هذه المنطقه ديال دوار بني صوحان قبيله بني سهنا كتربطها بالطريق رقم 504 باتجاه جبال بويبلان، طريق ترابيه اللي راها جاريه فيها الاشغال من اجل التعبيد ديالها لاحقا. وهنا كنكونوا وصلنا لدوار بني صوحان واللي هو مركز قبيلة بني زهنة جماعة إغزران إقليم صفرو. تحياتي لكم مجددا، كيف كتشوفوا الاخوان احنا وصلنا دابا للقدم ديال جبل بوملول، اللي هذا هو الدرج ديالنا اللي غنديروا القمه ديالو كيف قلت، اللي كيوصل العلو ديالو 2348 متر. دابا احنا طالعين للجبل واحد الدوار اللي سميتو بويمان، واللي من تما غناخذوا الطريق للقمه ديال الجبل. بعد ما زقلنا الطريق واحد شويه، المهم ماشي مشكل. والجبل هو هذاك، هذاك اللي فيه الضبابة طايحة، وهذاك جبل بوملول. يلا تابعونا. تحياتي لكم مجددا اخواتي اخواني، كيف كتشوفوا الانطلاقة الفعلية ديال الروندوني مقارعة جبل بوملول جبل الوحش، كانت من هنا من الدوار اللي سميتو دوار بويمان. ودابا حنا واخدين الطريق باتجاه جبل بوملول. خويا الشمالي انا خليته اللور ونكملوا طريقنا ان شاء الله للقمة ديال الجبل. تابعونا اخوان، كيف كتشوفوا حنا مازالين شادين الطريق القمه ديال جبل بوملول، واللي كيف قلت كيبلغ العلو ديالو 2348 متر. كاين الاخوات والاخوان اللي سبقونا ومازالين عبد الله. المهم حنا في وسط واحد المسار غابوي بامتياز، اللي كيتكون اساسا من شجر ديال الكروش، وهذا شجر القات. وحنا دابا قربنا لواحد العين اللي سميتها عين تافرنت، واللي اسمها غندير واحد البوز ونكملوا الطريق ديالنا لقمة الجبل. يلا تابعونا. كيف كتشوفوا اخواتي اخواني، احنا تجاوزنا دابا ديك المرحلة الصعيبة اللي كانت كتجدلا في ديك الغابة ديال الكروش او البلوط الاخضر، واللي غابة كثيفة واصلا ما كايناش تما الطريق، ولكن الحمد لله تجاوزنا ديك المرحلة هذيك. كيف كتشوفوا احنا دابا وصلنا لهاد الغوطية اللي مباشرة الفوق فين كاينين الاخوان، تما كاين هذيك العين، عين تافرنت، واللي من خلالها وخلال ديك الغابه ديال الردلاه من تما غناخذوا الطريق ديالنا باش نطلعوا لقمه الجبل اللي هي هنا.
هذا الاتجاه هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا تابعونا. هذه هي العين وسبحان الله الصبي ديالها صبي ضعيف، وهنا كيدخل الماء تحت الارض. ها فين فهاد البلاصه دابا كاين عليهم في الراس اللي هي فين كاين الاخوان، والمديره كيوصل غير لهنا، وهنا كيتشربوا الارض، وربما يكون عاود راه كيخرج في بلاصه اخرى. وهاد البلاصه هادي كيف كتشوف هاد الوطيه هادي كيستغلوها الناس الساكنه المحليه اللي كيطلعوا الكتيبه ديال المشيه ديالهم كيرعاو كيعزبوا هنايا. فوقيته ديالها من الربع كيكون الثلج داب وكيكون الجو معتدل في هاد الوطيه هادي. يلا تابعونا اخوانا. كيف كتشوفوا حنا وصلنا دابا للعين تاع فرنس اللي هي هادي، هي عباره عن واحد المنبع صغير الصبيب ديالو ضعيف وكيبقى هكا على دور العام، واللي كيتوج مباشره تحت الارجيه ديال جبل بوملول. راه حنا هنا في الارتفاع ديال واحد 1650 متر، وغنكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله القمه ديال جبل بوملول. الاخوان راه سبقونا ونديروا القمه ديال جبل بوملول، الجبل العتيد جبل الوحش اللي كتبلغ القمه ديالو 2348 متر. يلا تابعونا. كيف كتشوفوا حنا مازال شادين الطريق قمة جبل بوملول، ودابا راه حنا في واحد العلو ديال تقريبا 2000 متر. كتشوفوا مازال قدامنا الطريق، يعني راه تكون مازال واحد القمة واحد 3 كيلومتر هكا كنوصلوا القمة ديال الجبل اللي كيوصل العلو ديالو 2348 متر. كيف كتشوفوا ها حنا مازالين في طريقنا لقمة جبل بوملول، سلسلة جبال بوبلان اللي كيبلغ العلو ديالو 2342 متر. هنا وصلنا لواحد الى بغيت تقول بارتية من هذا المسار واللي هي صعيبة. كيف كتشوف هذا الخيط كيف ديال من تحت من باب الحواط، غير تجاوزنا باب الحواط، دابا حنا طالعين القمة ديال جبل بوملول اللي مازالنا عنده واحد تقريبا واحد 2 كيلومتر ونوصلوا القمة ان شاء الله. يلا تابعوا. قمة جبل بوملول واللي هي قمة صخرية بامتياز، هاد الصخور اللي كتعرف تشققات وكتفتت مع مرور الوقت، وهذا راجع لعوامل طبيعية كالثلوج والأمطار وانخفاض درجة الحرارة. تحياتي مجددا. كيف كتشوفوا احنا مازال شادين الطريق باتجاه قمة جبل بوملول، العلو 2348 متر، واللي وصلنا دابا للمستوى ديال الثلج اللي مازال هذه البقية ديال الثلج اللي كاينة في جبل بوملول. والحاجة اللي تاخد انتباه هنا هو هذا البرد، كاين شي ريح بارد كيخطرنا في القمة، يعني انخفاض درجة الحرارة هنا في البلاصة هذه. والاخوان هانتوما كتشوفوا كاين اللي راه فاتونا وكاين اللي عاد راهم كيلتحقوا باش نوصلوا للقمة ديال جبل ان شاء الله. هنا في القمة كاين البقايا ديال الثلوج، ولهيه كاين جبل موسى وصالح وجبل بويبلان كيف كتشوفوا، واحد المنظر بانورامي رائع من قمة جبل بوملول لهاد القمم هذه. وأخيرا وبعد طول المشقة، يعني واحد المسار اللي ماشي سهل، واحد المسار اللي صعيب ومتنوع، ولكن الحمد لله فضل العزيمة وفضل الإصرار والثبات ديال الأخوات والإخوان احنا استطعنا أننا نوصلوا القمة ديال جبل بوملول اللي كيبلغ العلو ديالو 2348 متر، سلسلة جبال بويبلان واللي كيتبع ترابيا لجماعة إغزران قبيلة بني زهنة إقليم الصفراو. الإخوان ها هما دابا وصلوا القمة، كيف كتشوفوا راها فين، هذيك هي اللوحة التاريخية ديال الجبل، هم كياخذوا تصور تذكارية معها. من بعد ما وصلنا القمة متأخرين وتناولنا وجبة الغداء،
الاخوات والاخوان خداو صور تذكاريه مع اللوحه التعريفيه ديال الجبل. حنا شادين الطريق نزولا لواحد الدوار اللي سميتو دوار المداود، واللي كنتمنى ان الليل ما يدركناش وحنا هابطين، لان مازال هذا المسار هذا صعيب، وخصوصا عند النزول في ارزيه جبل بوملول كاين تما مقاطع صعبه وخطيره شويه. صعوبة النزول من الجبل جات الليل دركنا، ولكن الحمد لله الكل بخير، وهذا هو الأساس، السلامة ديال الجميع.